طبعا كل الأقسام الثلاثة هذه، الجهمية والسرورية والداعشية، كلهم يعني كتبهم واحدة اللي هو كتب الوهابية، شيوخهم واحدة اللي هم شيوخ الوهابية، أفكارهم واحدة اللي هم أفكار الوهابية، اللي هم أفكار الوهابية اللي تقريبا 4 أو 5 أفكار، اللي هو الغلو، يعني يجمعهم كلهم الغلو، الغلو الغلو في يعني الغلو في التوحيد، زائد الغلو في التكفير، زائد الغلو في الولاء والبراء، زائد الغلو في الجهاد، زائد الغلو في مفهوم الدولة عندهم.